أنا أعتذر منكم، أنا كذاب يا جماعة الخير. يب أنا أعتذر أشد العذر حرفيا، أنا شخص أكذب عليكم. أتمنى أنكم تتقبلون هذا الشيء. هذا كله خريطة ويقصدون فيها ام سي. ايش فوق هذه؟ وينها؟ هذا برج، برج نقطة. بعد الديبويب ليه بعض الكومنتات يقولون سامة كذاب وعلى أي نقطة؟ ليه يقولوا عن النقطة هذه كذاب؟ No, I was lying. Okay, do you want to try hacking? Yeah, no problem. Welcome, your family, Anonymous. Give me anything I can hacking right now. Anything in your mind. Can you hack any email and account? Absolutely. Now you can contact me in my Instagram. Okay. شفت النقطة الأولى صح؟ اللي هو بخصوص كيف هاكر يتصل عليك يا أسامة. أوكي، فقالوا كيف إن هاكر يكلمك والأكسنت حقه أو الكلام حقه الإنجليزي كان عربي؟ أكيد يا جماعة الخير، في فكرة في مقاطع اليوتيوب اللي هي يسمونها تعدد الشخصيات، يعني المقطع الواحد ما يكون فيه يوتيوبر واحد، يكون يشاركونك اثنين في العمل هذا، اللي هو إني أنا جاني اتصال رديت عليه. مستحيل وسابع المستحيلات ان فيه هاكر بيجيب رقمي. السلام عليكم اسامه، كيف حالك؟ والله بخير، علومك طيب؟ والله الحمد لله. ايش حالك يا شيخ؟ شلونك؟ كل شيء تمام؟ والله الحمد لله. السالفه هذه ما فيه. فلاحظت في كومنتات يعني بنسبه 5% او 4%، ولكن حبيت ارد عليها. اسامه لا هذا كذب، اسامه لا هذا كذب. طبعا المتابع اللي يجي من برا يشوف الكومنت يبني عليه المقطع، يشوف لا هذا كذب هذا كذب، يصير يكتب معاه. فلما تحذفها تختفي. الله يسلمكم السالفة هذه. ورقم اثنين، الناس اللي مسوين نفسهم المحقق كونان. الشخصية اللي يدخل، السلام عليكم، هذا المقطع بسم الله، يجي مع دفتر ورقة بسم الله يسجل. أسامة كيف الهاكر يكشف عن شخصيته؟ كيف يكشف عن شخصيته ويطلع صوته؟ أسامة جاب واحد من أخوياك يتكلم. أسامة اللي معاك هذا كني عرفته. واو هذه الكومنتات حرفيا تجنني. أقول كيف ما يفهمون؟ لا كيف ما يفهمون؟ كيف ما فهموا؟ يعني لو أري مقطع واحد عمره 10 سنوات 11 سنة يفهم إن المقطع هذا بداية تمثيل بعد الدارك ويب دخلنا فيه. فالمتابعين القدام كانوا يعرفون إني أنا كنت أنوع في الشخصيات، مرة أطلع بشخصية شخصيتين 3 شخصيات، فكنت أطلع بشخصيات كثيرة. فينا حاب أقول لك يا الشخص اللي قاعد تبحث تقول إن هذا تمثيل، يب هذا تمثيل لأني كاتب أنا في وصف المقطع من أول ما نزل المقطع. يا أخي طيب تابع 600 مدري 700 كومنت اللي يقولون يا أخي كفو صح عليك يا أخي أنا أحبكم. يب هذول الناس اللي تشوف التعب تعرف إنه تعب، تقدر التعب، برافو. طبعا هذا الشيء اللي علمنا يا نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، المسلمون من سلم الناس من لسانه ويده. هنا قفلنا موضوع الدارك ويب، ولكن في موضوع ثاني مع الدارك ويب، الخطر الكبير. وش الخطر الكبير يا أسامة؟ طيب تعرفون بعد ما نزلت مقطع الدارك ويب، في ناس فاهمين في التقنية يكتبون في الكومنتات عندي تحت، وأقرأ كومنتاتهم ناس فاهمة. أسامة تواصل معي خاص، أبغاك في موضوع. وش الموضوع؟ أسامة والله العظيم إني عارف إن الموضوع اللي صار لك صد. طيب يب، ولكن لازم توضح للمتابع إن أي شخص يدخل الدارك ويب، أنت بس وجودك في الدارك ويب راح تنسحب معلوماتك. يعني كيف؟ طبعا الدارك ويب لازم تدخله مو عن طريق أي متصفح، له عدة خطوات عشان تقدر تدخله. معليش أنا قلت الدارك ويب، الديب ويب، معليش الديب ويب، لأن الدارك ويب هذا الديب ويب اللي أنا دخلته، الدارك ويب هنا تحت، هنا حرفيا الموت. يب الدارك ويب معروف إنه من أخطر الأماكن الموجودة، لأنه يجي دارك ويب بعدين ديب ويب زي مجسمات الأرض. ديب ويب هنا تحت مسطح الأرض خفيف، بعد تجي الحياة الطبيعية الإنترنت. وفي ناس كثير تعتقد إنك لازم تضغط رابط عشان أنت تتهكر. لا حبيبي، من قال لك الموضوع هذا؟ عرفناها من اليوتيوب وقد صارت مع ناس كثير. يب الكلام هذا صحيح، ولكن في شيء اسمه التخمين، برامج التخمين كثيرة. أنا بنظر عيني كنت أشوف ناس في جروبات في التليجرام يقول لك تعال تبين أخترق لك إيميل. أنا أدري على الموضوع هذا من زمان،
حول لي الله يسلمك 200 دولار بيتكوين، تحول له 200 دولار بيتكوين يقول خلاص عطني وقت وارجع لك. يخترق الايميل وبرضه يخترق التخطي، شفت تخطي جوجل اللي يحطونه يخترقه. طبعا الشيء هذا ممنوع، بس الشيء هذا كان ينعرض قدامي انا بما اني ادرس حاسب، كنت اشوف الناس هذه. سالفه الرابط سليمه ومختلفه، ولكن في سالفه اسمها سالفه التخمين، في سالفه اسمها سالفه الثغرات. يعني ثلاث مواضيع: ثغرات، رابط، تخمين. التخمين طبعا له برامج كثيره مره. يعني بعطيكم مثال بسيط اللي هو حسابات الالعاب فورتنايت، تذكرون كانت تخترق كيف؟ يلا ما لاحظت كيف تخترق، كيف يخترقونك بدون ما دخلت ايميل؟ والله انسحب حسابي، وعلى انه ايميل جيميل بروت ميل اي ايميل موجود. كان يخترق حبيبي من سالفه التخمين، برضو لو انك حاط تحقق ثنائي راح يسحبونه. ليه؟ لانه كان في سالفه التخمين. تخمين تقط ايميل 300,000,000,000 باسورد يجربون على الايميل هذا. سالفه الثغره، الثغره طيب اسامه كيف؟ وش سالفه الثغره؟ الثغره زي ما صار فيني في حسابي في التيك توك، في ثغره موجوده في احد التطبيقات يستغلونها الناس عشان يخترقون. يعني مثال، يروح يكلم موظف: السلام عليكم، انا لي الحساب هذا، كيف لك الحساب هذا؟ اثبت لي، عطني رقم جوالك، عطني اسمك، يعرف الاشياء هذه عنك، يجيب الحساب حقك ويسحبه. هذا اسمه الثغره. نجي للشيء الثالث اللي هو الرابط، والرابط يجي معاه جزئيه زياده اللي هو تحميل برنامج داخل الجهاز. يعني تضغط الرابط اوريدي قط لك ملف انت ما تدري عنه، ما تدري شو اسمه، طق قط يسار، حفظ كل الداتا حقك، يعلق كذا يعلق ويحفظ كل الداتا حقك، يمصها، وتصير التحكم كله هنا. طبعا السوالف هذه شفناها على ارض الواقع، في ناس اخترقت اماكن حكوميه حرفيا. في عادي سلام وقعت الحرب ودمرت اسرائيل عن بكرة مواقعها الالكترونية في اول وحدة عربية فاعلة. هي حرب الهاكرز او القراصنة اولئك الانونيموس. الشيء هذا وارد وصاير. طيب هنا قفلنا الله يسلمكم موضوع الديب ويب، الجزء الثاني راح يكون قريب وراح نسوي فيه اشياء كثيره. انتبه تدخل الديب ويب لانك راح تخترق على طول من اول ما تدخل. نجي للجزئيه الثانيه اللي هي سالفه الرساله المجهوله او من الشخص المجهول. اهلا وسهلا بك، تم اختيارك للعمل في مهمه كبيره جدا والجائزه ضخمه، تم ترشيحك بعد النظر في احد مقاطعك الخاصه بفك الاحذيات. هذه يبغى لها قهوه يا جماعه الخير. الموضوع بما فيه الشخصيه المجهولة هذيك، وصلنا لآخر الحلقة اللي هي الرسالة أو الجوال اللي حصلناه على قزازة السيارة قدام. طبعا نزلت منها توقع 3 أو 4 حلقات. هو كان هدف الشخص هذا إنه يقلد رسالة أسمر اللي سويتها قبل سنتين في اليوتيوب، كان يبغى يقلدها، ولكن أتوقع إنه توهق شوي. عشان ما أكذب عليكم، تراني أعرف الشخصية من الحلقة الثانية، شفتوا الحلقة الثانية بعد ما نهيتها ترى عرفت الشخصية. بعدها بديت أتهاون، بديت أراجع، قلت يا لأن الشخصية اللي أو الرجال هذا سبب لي بعض المشاكل مع ناس كثير، وانا اصلا ما ابغى اتقرب منه نهائيا، ما ابغى. الشخص اذا ما يخاف ربه انا خاف منه حرفيا، فعشان كذا انسحب. ها ناقشت اخوياي القريبين لمي: بدران ايش رايك كمل؟ قال والله يا اسامه كمل عشان المتابعين مو عشانه. فقلت والله عشانك وليتس جو، ونروح الله يسلمك لين وصلنا عند الجوال. حتى لو تلاحظون مونتاج المقطعين الاولى يختلف عن مونتاج المقطعين الثانيه، لانه كان بدون نفس، اعترف لكم. ونكمل. المهم خذنا الجوال الله يسلمكم، نفتح الجوال ما فيه اي شيء. انتظرت اسبوع، اسبوعين، 3 أسابيع، 4 أسابيع، شهر، شهرين، ما اعطاني هم، ما كلمني، ما ارسل لي رساله. قلت اوكي لازم اطب في عينه وادخله. سلام، هلا يا فلان، ترى ادري انك انت اللي مسوي لي التحدي هذا، اوكي، ولكن تراني وصلت عند مرحله الجوال، تراني قاعد اكمل مو عشانك، ترى عشان المتابعين بس. قالوا سامة ترى كانت جائزه الجوال. قلت لا يا شيخ، تستغبيني انا؟ اوكي الله يعطيك الف عافيه. طبعا بعد السالفه هذه انسحبت من اشياء كثيره، انسحبت، خلاص صرت حرفيا لحالي كذا. قلت لا تدخل تحديات، لا تدخل ناس، لا تبي ناس، انحش يمه، ايش هذا المتخلف؟ فانسحبت يا جماعه الخير، لاني صدق تعبت، كنت اقطع 4-5 ساعات يا اخي سياره، اقعد في السياره ما يقارب 9 و10 ساعات يتذكرها بدران، كنت اطلع من الصبح ما ارجع بيتنا الا 2 الليل بسببه هو، فعشان كذا قفلت على الموضوع، قلت ما عاد راح اكمل، كنت بحذف مقاطع بس خليتها يمكن تكون تجيب مشاهدات بعدين، تدعس بعدين، تسالوني نفس ما سالتوني الان، اتمنى اني وضحت لكم كل شيء، مثل ما قلنا مراجعه. للمقاطع اللي فاتت وتساؤلات الناس، ممكن تكون سلسلة تسألوني أشياء كثيرة في المقاطع، لأن أشوف كومنتاتكم والله في ناس مرة فاهمة، مرة واعية، كلامها إيجابي، كلامها كلام محب. وبس والله يا جماعة الخير، السلام عليكم.